يصيب البعض بالعلاقة المحرمة والبعض الآخر بالحرية الشخصية، وبين ثنائية الرفض والقبول فما شكون اختار باش يعيش التجربة. نحكيو الليلة عن المساكنة قبل الزواج بين الحرية الشخصية والإرث المجتمعي. هو موجود وشايع في بلادنا عنده سنين، لكن بالمتغطي. علاش حصرنا المرأة كجسد كجنس؟ كيف باش ناخذ واحد انا نعيش معاه عامين بلا صديق بلا حتى شيء ناخذ؟ كي مهبول انا؟ انا حتى وكان عشت معايا عام عامين ما نجمش ناخذها من بعد. اكيد اللي باش يقول اللي يلعب فيا انا مش فيه هو، يطلع ياخذ جيما راجل. يقتصر الإفصاح عن هذه الظاهرة الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية على بعض الأعمال الدرامية في الوقت اللي ينكر فيه المجتمع وجودها، بل وتصنيفها ضمن المظاهر الدخيلة والغربية. كان من المسكوت عنه وما يتحكيش فيه، وموجود هو ومش من مشتو ومش عمل فيه ومن قبل، لكن كان في المدغطي. توا ولات ظاهرة شايعة على خاطر الشباب ولا يتبع في القرى أكثر منه متشبث بالتقاليد بلادي. أنا بالنسبة لي أنا عشت تجربة قبل الزواج. تعرفت على واحدة إتيديانت كارية دار، كريت أنا وياها دار وعمرناها وكذا، وأنا نقضي وأنا نصرف وأنا كذا، وبعد ولات عام فما علاقة جنسية ما بيناتنا، وعشنا بريود عامين مع بعض. هذه لبنى كيف اخترنا نسميوها، واحدة من اللي اختارت شكل مختلف لحياتها العاطفية وتمردت على منظومة الزواج التقليدي. انتوا ما تحكوا على مساكنة، انا ما راهيش هكاكا وما راهيش لا منطق ديني لا منطق اخلاقي ولا منطق حتى شيء. تجربة يلزمني نعيشها باش نعرف شريك حياتي. الظاهرة هذه موجودة، معناها حاجة نعيشوا فيها كل يوم، معناها مش باش نخبيو على بعضنا. ذي المجتمع متاعنا يظلم المرأة، اللي هي معناها الراجل هو بيدو كي يدخل في علاقة مع مرأة وتكون العلاقة غير شرعية ولا خارج إطار الزواج، أوكي معناها يبدأ يعمل كل شيء واللي يحب عليه الكل، ومن بعد هو بيد الرجل ذيك تلقاه يسب المرأة ذيك في المجتمع. نعرف عينات ونعرف عباد ونعرف أصحاب ونعرف نساء ونعرف رجال عايشين هكاك وسنين عندهم هكاك والزوز مرتاحين ما عندهمش حتى مقجمة، أنا سكنين وبعضنا كل، لكن هو مرفوض. أنا مع المساكنة قبل الزواج، كنا متفاهمين جونا بيه من الاول، من بعد ولات شويه مشاكل فهمتني، ويسكي انا معناها عاشت معايا اكل عام ونص هذوك مع بعضنا قبل العرس فهمتني. خويا تنجم تكون معناها عاشت قبلي انا مع غيري ولا فهمتني. شوف وقت تعرفت على حبينا بعضنا راهو كان الاختيار انه انا ما نكتبش الصديق من الاول، رغم اللي هو الحقيقه نتاع ربي، راهو كان ما مبدا العرس، راهي امراه مطلقه مش بالساهل. تصور لي انا طلقت مرتين شنو يقولوا؟ أكيد اللي باش يقول اللي يلعب فيا انا مش فيه هو، يطلع ياخذ جيما راجل. تجربتنا بدينا اصحاب وبعدين ولينا نعيشوا في عيش معاشره الازواج، وعشنا برسك عام ونص ولا عامين برسك، سافا امورنا لاباس وكذا. هي ظروفها تعبه ما عندهاش حق كري وكذا، انا اللي كاري وانا اللي نعيش عادي معناها اعتبارها زوجتي. انا والله عندي صاحبتي معناها عايشه علاقه هي وشخص يحبوا بعضهم، معناها كانت في علاقه اخرى ما نجحتش، وليت بدلت المونتاليتي قالت نولي نعيش العلاقه الجنسيه والا العلاقه ككل مع الشخص قبل ما ندخل معاه في علاقه رسميه، باش الامور معناها الامور تمشي من الاول، خاطر واحد زواج وكل مش لا لعبة معناه. قبل العرس نبداو نوريو كيف الحاجات الباهية لبعض، بعد ما نعرسوا نكتشفوا حاجات تقولك العبد هذاك اللي كنت تعرفه ولا ريته ولا عشرته ولا شفته. وهذاك علاش الناس ولات تمشي للمعاشرة قبل، على الأقل نكتشفك بنسبة 50-60-70%، 30% تو نحكيو فيه. أنا عشت تجربة الطلاق ومانيش مستعدة مرة باش نعيشها مرة أخرى، وأنت تعرف بكدا المجتمع ما يرحمش، أنت تعرف اللي الراجل قبل العرس يوريك وجه السوق، أنا اخترت نعيش التجربة باش نعرف كيفية السوق. وأنت تعرف معناه اللي الراجل المرة الأولى يوريك اللي هو إنسان باهي ولد عائلة ومتربي، إن سوفيت دخلت معاه في علاقة رسمية يتبدل كومبليتمون، تدخل فيها
الحكايات الكل تولي حتى أمور ماء وضو واحد تولي العلاقة ما تنجحش. لذا فما برشا عباد تتطرق معناها انها تدخل في علاقة غير شرعية باش تشوف الشخص هذاك، تشوف له مخه، تشوف حياته كيفاش يعيش. وغزل هو في مجتمعنا توا التجربة هذه لازم هي لازمة، فهمتني؟ نحكي على الراجل بالنسبة لي أنا نقبل بشيء هذا، بالنسبة للمرأة أخويا ما عاش التجربة هذه أنا ما نقبلهاش. أنا حتى وكان عاشت معي أنا عام عامين ما نجمش ناخذها من بعد أخويا. نرضى أنا نمارس الجنس قبل الزواج وما نرضاش ناخذ مرأة نمارس الجنس كراجل. جيت تقول أنت وش نعرس؟ قبل العرس تبيح نفسك أنك تعاشر عشر نساء. أما كي جيت تعرس ما تعطخ يزمك تفركس على مرة ما مسحها. ربي باش نسألك سؤال يا أخي، فما راجل ما عاش تجربة قبل ولا ما صحبش قبل ولا ما عملش علاقة مع مرأة قبل العرس طونديسك المرأة مرهونة في شرفها؟ يعني الفيرجينيتي متاع المرأة وليت كما بطاقة تعريف متاع الشرف بالضبط. بطاقة تعريف المرأة من قبل مش متو هو العذرية متاعها أخوي، معناها لازمها تكون في عرس و... دونك منظومة العرس لازمها مراجعة، منظومة العرس كلها لازمها مراجعة. يعني مشكلتنا في تونس ما نعرفوش نعرسوا كيما ما نعرفوش نطلقوا، خاطر يعني مشكلتنا روبا بيض وريري. بعد ما وصلت العلاقة قويت ولت تحب ناخذها وتحب اختبني وبعد دارنا وكل الحكاية دي رفضت. أنا كيفاش أنا مرأة تعيش معايا عامين لصديق لحد شيء بلاش حد شيء وبعد تقول لي خذني كلام هذا؟ أنا نحب نسأل سؤال، علاش الرجل يعمل علاقة غير إطار الزواج ما نحكيوش عليه ما نقولولوش ستوب ما... بينما المرأة حتى تدخل في علاقة ما هيش رسمية نقعد ونحكيو كان على المرأة بالخايب ونجبلوا فيها معناها في حكايات كبيرين هكا. لا يا أخوي أنا بالنسبة لي أنا لو كان تبدأ سوا بحها ذهب ما ناخذهاش، كيفاش ناخذها وهي تعيش معايا كيك مالا غدوة الحي نبدأ أنا نمشي نخدم ويجيب واحد آخر في بلاسي. يبي يكذب عليك لي يقول لك عقلية تبدلت، يبقى ديما عقلية الراجل المرأة باش ياخذها لازمها ديما فيها شكون، يبقى الراجل راجل والمرأة مرأة أخويا. أنتوما المجتمع نتاعكم ما يغزل المرأة كان أمور سكسية وعذرية، لو كان جات العذرية للرجال راك شفت الوي. الحديث عن المساكن يطرح بالضرورة موضوع العذرية أو ما يسمى داخل أوساط العرف العربي ببطاقة الهوية الأخلاقية والشرفية. مانيش ملايكة، أنا مانيش ملايكة.